المجلس الأعلى للمرأة ومن خلال اختصاصاته التي تتناول وضع الخطط ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بالمزيد من الإسهام في الاستقرار الأسري، هي انطلاقتنا اليوم كمؤسسة أن نحن نضع استراتيجية تفصيلية لكيفية حماية المرأة من أشكال العنف الأسري. والجميع يشهد اليوم خصوصا على صعيد السكن في مملكة البحرين بأن المرأة حظيت بمكانة خاصة في الحصول على حقها في السكن، خصوصا الفئة الخامسة المتعلقة بالأرامل واللي لم تحظى بزواج. وأوضح جلالته أن ما حظيت به المرأة البحرينية من حقوق أقرها ميثاق العمل الوطني ما هو إلا استكمال مسيرة المرأة الحافلة بالإنجاز التي بدأت تشق طريقها لنيل كافة حقوقها منذ عشرينيات القرن الماضي عبر المشاركة في الانتخابات البلدية آنذاك، لتستكمل اليوم دورها الرائد وتكون محط أنظار العالم من حولها.